أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية جامعة تستهدف تعزيز مكانة مصر في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويأتي ذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات من الخدمات والمنتجات التكنولوجية. في ظل التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات، تضع مصر أقدامها للحاق بركب هذا السباق. خطوات اتخذتها الدولة من خلال تعزيز التنافسية في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، وتستكملها الحكومة الجديدة من خلال خطة شاملة ومتكاملة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف زيادة قدرته التنافسية وجعله مساهمًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي ومضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، ومن بين أهم مستهدفات برنامج الحكومة تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 6.8% من عشرة في عام 2026-2027. والوصول إلى مجتمع رقمي وآمن ومستدام بحلول عام 2030 من خلال استراتيجية مصر الرقمية تنفيذا لرؤية مصر 2030، مع العمل على تعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال دعم المبادرات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواكبة التطور في الذكاء الاصطناعي. ويشتمل البرنامج أيضاً على وضع خطة متكاملة لاستقطاب مراكز البيانات العالمية للاستثمار مع العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للبيانات وتبادل المعرفة وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع استكمال تطوير مكاتب البريد وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، والتوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية للوصول إلى مركز في كل محافظة، وإضافة إلى ذلك يتم مضاعفة أعداد المتدربين. في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل الى مليون متدرب بحلول عام 2030، البرنامج يستهدف ايضا العمل على اصدار قانون تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي بهدف توطين صناعه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعميق الصناعه التكنولوجيه المتخصصه من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الاجنبيه لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي والاستمرار في تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية على نحو أفضل وأكثر فاعلية، فضلاً عن تعزيز تعليم النشء البرمجة وعلوم البيانات وإنشاء منظومة وطنية لحماية الأمن الفضائي وإعداد البرامج اللازمة للتمكين التكنولوجي لمواكبة سوق العمل. اذن هي استراتيجيه وطنيه تتبناها الحكومه في وقت يشهد فيه العالم تحولات هائله في مجال الذكاء الاصطناعي